كان في الفتره اللي كان فيها كابتن احمد حسام مدير فني للفن من الزمالك، كان في كلام طلعوا من مقربين منك ان السبب في رحيل احمد جعفر عن نادي الزمالك هو احمد حسام مين. صحه الكلام ده من عدمه ايه؟ ممكن شويه كان في شويه مشاكل حصلت في النادي ساعتها، وكان الزمالك تعاقد ساعتها مع لعيبه كتير جدا، وعلى فكره يعني انا كنت من الناس اللي موجوده في النادي وما كنتش همشي. كان في ثلاث لعيبه كده، هو حتى ميدو نفسه قال للاداره لو جعفر هيمشي. كان ساعتها كنت انا ونور السيد احمد عني تقريبا، لا كنت انا ونور، كان موجود مع اللعيبه اللي هتمشي. كنت انا ونور السيد وصلاح سليمان واسلام عوض وتقريبا حد تاني. فقال لهم اللعيبه دي يا تتباع يا اما تقعد، يعني ما ينفعش تمشي فري. فانا لما اتكلمت مع مستر مرتضى وكده، فالراجل قال لا ما فيش مشان انت قاعد في النادي. فقعدت حوالي شهر يعني. فالنادي ساعتها كان جاب لعيبه كتير، جاب حوالي 17 لعيب بالظبط الموسم اللي فات. فكان موجود بقى في روضه كتير جدا، كنت انا وعبد الله السيسي واحمد علي، وجاب خالد قمر وجاب باسم مرسي، وكان موجود اوباما ساعتها. غالبا كان موجود. لا كان عارفه مشي. كان ساعتها بقى يعني ادي خمسه كبار، وكان ساعتها بقى في اوباما طالع ومحمد عبد المجيد. ادي سبعه. رحت اتكلمت مع كابتن ميدو لما خدنا موقف وكده، فلما استبعدنا وكده، فروحت اتكلمت مع كابتن ميدو بشوف ايه الامور يعني. فمستر قال لي روح لميدو التمرين وكده، فروحت اتكلمت مع كابتن ميدو. فميدو قال لي ترتيبك هيبقى الخامس او السادس في الفراوده، رغم ان انا عارف لو انا قعدت كنت انا اللي هلعب برضه، لان برضه قبل كده الحمد لله جه عليا فراوده كتير وكده. انا من نوعيه اللعيبه اللي ما بحبش المشاكل. اتكلمت مع كابتن عبد الحليم ساعتها، فكابتن حليم قال لا اقعد. كابتن حليم كان مصر برضه ان انا اقعد يعني. فقلت له لا والله انا ممكن اتنازل عن المستحقات بتاعتي اللي في النادي وامشي. مستر مرتضى بصراحه يعني الراجل وافق يعني، قال لي خلاص اللي انت شايفه انا بحبه. هو كانت علاقته كويسه مع مستر مرتضى من قبل حتى هو ما يجي نادي الزمالك، يعني من بره نادي الزمالك. قال لي انا بحبك وانا عايزك تبقى موجود معانا. فقلت له والله يا ريس انا يعني انا مش عايز ادخل في صدام مع المدير الفني، وانا من اللعيبه الكبيره في النادي دلوقتي، انا كنت جاي عليا 17 لعيب، فانا ابقى موجود في النادي ابقى من كباتن الفرقه، فانا مش حابب ادخل الصدام ده. فقلت له والله بص يا استاذ اللي انت شايفه انا يعني مش هاثر فيه، نزلت على المبلغ ومشي. تمام. كان في تصريح ليك شهير قلت لو الزمالك تعاقد معايا مهاجم حتى لو ابراهيموفيتش انا هلعب اساسي. لا احنا كنا بنقول دعابه كده في اوضه اللبس، وكان كابتن عبد الواحد السيد وكابتن حسن مصطفى قال لهم بصوا هو جيبوا اي فيرود هو ده اللي هيلعب، ويشاوروا عليا انا. فقلت لهم بصوا حتى لو جبت ابراهيموفيتش من الاخر انا اللي هلعب في النادي. بص عارف لما بتقعد في مكان كده وتوصل يعني توصل بيك الثقه ان انت ان شاء الله خدت على الاجواء بتاع النادي وخدت على اجواء كل حاجه، حتى لما جه حوار التجديد خلاص انا صعبه على النادي فانا مش همشي من النادي. انت عارف انت صعبه عليك ازاي اللي هو صعبان عليك العشره اللي انت العشره والمجهول، وممكن تروح نادي تاني ما تبقاش موفق فيه. فلا انا اقعد في نادي الزمالك، اخدت على الاجواء بتاع نادي الزمالك وخدت على الدنيا، فده اللي الحمد لله يعني ده لحد دلوقتي متشلي.